اللهم نسألك بعزتك وجلال قدرك وعظيم سلطانك وبكل اسم سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك، يا خالق السماوات والأرض، يا من ليس له حاجة بنا وكل أمرنا بحاجة إليه، يا من لا تدركه الأبصار ويدرك كل شيء، يا مجيب الدعاء، يا من لا نملك ربا سواه. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا دائما. اللهم صل على خير الأنام محمد عليه أزكى صلاة وسلام. اللهم يا رب العالمين بجاه نبيك الشفيع أدخل السرور في قلوب طلبة البكالوريا وارزقهم نجاحا باهرا وأعطهم على قدر تعبهم ونصبهم. اللهم أفرحهم ولا تحزنهم وأعطهم ما يتمنون وأكثر، أنت القادر لا قادر سواك وأنت المسيطر لا مسيطر غيرك، سبحانك يا أرحم الراحمين. ربنا تدعهم يصبن بالغرور إذا نجحوا ولا يصبن باليأس إذا فشلوا، بل ذكرهم دائما بأن الفشل هو التجارب التي تسبق النجاح. يا رب إذا جرتهم من النجاح اترك لهم قوة العناد حتى يتغلبوا على الفشل. اللهم يسر الامتحانات عليهم، اللهم كن معهم وقت النسيان فذكرهم، وكن معهم وقت السؤال فأجبهم، اشرح صدورهم ويسر أمورهم واحلل عقدة من ألسنتهم يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم وأنزل السكينة في قلوبهم وذكرهم إذا نسوا وعلمهم إذا جهلوا، واجعل منهم الطبيب المسلم والمحامي المسلم والصيدلي المسلم والجندي المسلم والمهندس المسلم والعالم المسلم والمفكر المسلم. اللهم اجعل الامتحانات بعدا وسلاما على قلوبهم، اللهم ذكرهم عند السؤال وألهمهم الإجابة الصحيحة، واشرح صدورهم ويسر أمورهم واهدهم وبارك لهم واكتب لهم النجاح في الدنيا والآخرة. اللهم وفقهم للعلم وتحصين العلم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.